رمديني تنعطيك 2000 درهم وكليتي الطاجين قال لك غيبان. طبعا انا نبينهم قبل الاكل. يا زوز يا زوز، جبت لك تحدي صغير. وات ايفر احنا هناكل ايه؟ كنتاكي بقى، بتنجاناتي، بلاولو ايه بلاولو ايه، وات ايفر. هو تحدي لذيذ كده، حوالي 10 قطع، انا من قطعتين بشبع. فهنشوف مين اللي هيخلص الاول يا زوز، تمام؟ ونخلي الناس تحكم. ماشي، اتفقنا؟ هتقول لي بقى بقي وجعني ودروسي ومش عارف ايه، مفيش الكلام ده. خش ابدا. ادي اهو اهو، ده الفريت يابا بحبشتكناته، بس هي في اسرع وقت، ما يعني عايزين ناكل بسرعه، فهمتني؟ الناس مش هتستنى. يلا بينا، يلا 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 زيد، يلا يلا خش خد تفصيلك اهو وانطلق. يا خلص اللي قدامه. لا لا انا البلدي عايش مع البلدي وانتم عايشين مع الروم. احنا المفروض التحدي اللي يخلص الاول. ايوه صحيح. يخلص ياكل اكتر كميه. ماشي. ده التحدي المفروض. كل سيدي كلك دكينا. انت هتسيب نفسك. شوف انا غناكل البلدي وناكل معك هاتشي وانا غنسرقك. طب ورينا يا زوز. يلا. انا معك. ورينا يا زوز. انا معك. يلا. احمد انت كتزرب. عايزين نزرب. انت ليه كتزرب؟ ايوه ما انا عايز اخلص انجز انا الارض. مش هاكل بعيش حتى. يعني. عطيناش. احيط المعيدة عنده خاوية. كم كنت حمرة كامل. بس المشكلة ان انا اكلتي ضعيفة يا باشا. كلت العرقوشة؟ مش تاكل العرقوشة؟ في قرقوشة بتبقى هنا كده. لا القرقوشة ما عنديش هذيك. طب يلا انت خلصت، انت شبعت ولا ايه؟ انا يلا كان اكل مع العجوزة. هانت هانت. انت خدام تزرب احمد بالعامل. شوف هو داير سنان ديال المخزن باش يسند. معليش فيه. سنان ديال المخزن داير. وانت خدام تسابق انت وياه. انا راه ديال غير تحزيمة ديال كنوب. انت قلت له عايزين ندير تحدي اكل، اهو تحدي اكل. هو داير غير تحزيمة ديال كنوبس. قال لك دير كنوبسي. الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي. داك الطاقم. الطاقم الاسود. ماشي يلو كابو. انا كناكل غير بالسنان ديال المخزن. ماشي ديالنا. داكشي علاش انت سنانك صحاح منشارين. هغيرهم هغيرهم قريب. هتغيرهم؟ انت حيت عندك القواريط ديال بازو خلاص الديناصورات. قواريط قال لك قواريط. انا غادي نطربين غير التعادل. بس العرقوشة. كيف دغا؟ خليه يكمل بالارؤوسات. الارؤوسة والارؤوسة خليه بالارؤوسة عمر. تاني على بابا باقي الحك ديالك عمر. ها؟ انت لسه مازال يا بوب. يلا ناخذ منك بتاعه. يلا دخلنا عليكم والله. هذا واش غادي تاكل؟ هذا غادي عمرو الكجنة. هذا الدوريجين قول لي البيو. هذا هو اللي كان فيه هو التحدي ديال هذا. شوف هو السالة عايزين مازال. كي لو بغي يدير معايا التحدي هو شي طاجين ديال كله اكل واخا غير ديال البطاطا كله نعمة ربنا. بطاطا الزيتون نعمة ربنا. اه في حد في الفيديو، في فيديو كنت منزله ما اعرفش كنت بعمل ايه بالشوكه والسكينه، فقال لي يا اخويا كل بالشوكه كل بايدك. انا كان اكل بيديه. لكن انت ساعتها ما تعرفش انا كنت بعمل ايه، عشان كده كنت سايب الشوكه. كانت هذيك خصك تاكلها بالشوكه. اللي كتنكل باليد راه كتنكل باليد، اللي كتنكل بالشوكه بس عادي. شكون اللي ربح فيكم؟ احمد. عندكم حديد؟ عندكم؟ انتوا ارخص ولا عايزين دخيله؟ بيس يا مان بيس. احمد خمس قطع وانت ها؟ لا جوج قطع. خليها خليها. مازال عندك كم قطع؟ جوج قطع.
أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة مع الفريد ما قدرش يأكلوا معلش بقى ليش ما أكلته غيرها خيرها في غيرها إن شاء الله تكبر وتنسى وتكبر وتنسى نروح المدرسة إيه اللي أنت بتقوليه زي ما ميبقاش فيه الحال يكبر وينسى فيش بالصحة ما بصحة بصحة عليكم المرة الجاية خصو يدير معك الطاجين هذا تحدي يبقى أنت اللي كسبت أكيد هو قال لك كلشي غير كيهضر الا درتي الطاجين وكليتي الطاجين قال لك غيبان عيبين وجهه ياك بابا الا كلا الطاجين غتبين وجهه غيبان يلا وانا غنحطو في وسط الطاجين يلا ولكن سرعتيها بلاتي راه غادي تما احمد ولكن الطاجين هو اللي غيختار شنو غيكون فيه وبشرط تكملوا كامل باش يبان إلا ما كملتيش ما غيبان بس عايزين حاجة حرشة عمره ما غيبان هو راه ما غادي عمره ما يبان وما عمرني يبان هو راه ما غادي ياكل طب أنا لو كسبتك في التحدي اللي أنت هتحدده يبان يبان لا غير إن هو يبان طيب اللي عندك إيه ولا تعمل إيه خليها حتى وقتها خليها هو راه خسرت انت شنو بغيتي أنت إلا كلي 1000 درهم أنا أعطيها بس كل نعطيها تاكل طاجين كامل طاجين كامل ها إلا ساليتيه ماما غتعطيك 1000 درهم وبابا غيبين وجهه لا وأنت 1000 درهم يبقى جوج صافي ما تعيقش ما بزاف غير 1000 درهم وحدة ولا خذهم من عندهم جوج ونقسم من عندي 2000 درهم وهم من عندهم 2000 درهم كيفاش يعني ما بغيتيش بابا يبان معاك لا يبان يا ريت بس هو مش هيبان أنت ما غتاكلش لا هي الفكرة في ايه؟ انا بتكلم اللي يكسب ياخد من التاني 2000 درهم تمام؟ عارتي شنو غادي يديه؟ و2000 درهم هنبينهم قبل الاكل هنبين 2000 درهم قبل الاكل وتاكل طاجين كامل طاجين بقى بسطيلة اي لا لا شوف بسطيلة لا 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 اعطيك 40 وزيد لك بسطيلة خلاص انا اقول نضرب بسطيلة حوت لا 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 بسطيلة حوت اسمعي الكلام لا 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 الحوت لا ما كايناش انا كنت الحوت كياكلها كلها شتي الا قالت لك بسطيلة الحوت غير بلا ما تعطيك 40 لا يلا بسطيلة الحوت كتعطيني ناكلها انا بوحدي ونزيدك انت ديزير انت دابا انا ببص على الفوسفور يا اسمع اسمع لا لا بغيتي غيعطوها لك لا لا نعطيك طواجن ديال الماك بلديين طاجين ديال الخبز طاجين ديال الطاجين ديال البطاطا كامل بالخبز ديالنا ماكلتنا وتغمص وتاكل ونشهدوا علينا الناس وتغمص وتاكل حرم ديني تنعطيك 2000 درهم مونتي بيوتي ديالنا وانا جاي اخذ منكم فلوس لا ما بغيتش تاكل باش نشجعوك تاكل الا كنتي حتى تبدا تاكل الا ما كنتيش ما تبداش تاكل يلاه اسيدي انا نعطيك 1000 درهم وهو يعطيك 1000 درهم واش بغيتي عادك ماشي صافي نشوف الحوار ده ونرجع لكم جديد بقى ايه هو الله اعلم خليها زي ما تيجي تيجي يلا نشوفكم على خير